إخواني وأخواتي في كل الوطن العربي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم من مصر المحروسة دائما وأبدا بإذن الله، بلاد الطب والأطباء وقبلة الشفاء في كل الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. موعدنا المعتاد زي كل يوم جمعة في 4 عصرا نلتقي مع بعض في برنامج أسرار الألم، بنتكلم إزاي بنقدر نعالج آلام الانزلاق الغضروفي بدون جراحة، إزاي بنقدر نعالج آلام ضيق قناة النخاع الشوكي بدون جراحة، إزاي بنقدر نعالج آلام التهاب عرق النسا بدون جراحة. بنتكلم مع بعض إزاي بنقدر نعالج كل هذه الآلام عن طريق حقن جذور الأعصاب، عن طريق التردد الحراري، كل الحاجات دي بنتكلم عليها. وبنتكلم برضو عن المرضى اللي لم يحالفهم الحظ وعملوا جراحة الغضروف ورجع لهم الألم تاني بعد جراحة الغضروف نتيجة وجود الغضروف المرتجع أو نتيجة وجود تزحزح للفقرات أدى إلى جراحة أخرى من الشرايح والمسامير ونتيجة وجود التليفات والإلصاقات. كل دي الآلام بنتكلم عنها. وبنتكلم برضو عن آلام مفصل الركبة، إزاي إن إحنا بنقدر نتفادى جراحات تغيير مفصل الركبة عن طريق حقن المادة الجيلاتينية وحقن البلازما في الركبة وعن طريق التردد الحراري. طيب برضو ما زالت بتيجي الأسئلة كتير وبتنهال علينا الأسئلة، وإحنا بنقول لكم إن إحنا كل المعلومات اللي أنتوا عايزينها، إحنا لينا صفحة على الفيسبوك، صفحتنا على الفيسبوك اسمها المركز المصري لعلاج الألم، صفحتنا على الفيسبوك المركز المصري لعلاج الألم، بنقدر إن إحنا نتواصل مع بعض على مدار الأسبوع، بيوصل لكم الفيديوهات الجديدة، بيوصل لكم الحاجات الجديدة، بنقدر نتواصل، بتعرفوا معلومات جديدة، لينا تشانل أو لينا قناة على اليوتيوب برضو بتقدروا تعرفوا بيها كل المعلومات، تسمعوا فيها كل المحاضرات، تسمعوا فيها كل الحلقات السابقة، ده القناة بتاعتنا على اليوتيوب. لسه كتير قوي ناس عمالة تسأل، لسه الناس بتلف في حلقة مفرغة عن آلام العمود الفقري أو الغضروف بتاع العمود الفقري وعن طريق الركبة وعن آلام الركبة آسف. طيب الحلقة المفرغة اللي الناس بتدور عليها، ما زال الناس عمالة تدور على حل نهائي يخلصهم تماما من آلام العمود الفقري أو من غضروف العمود الفقري، وبيدوروا على حاجة تخلصهم تماما من آلام الركبة والمشاكل بتاعت مفصل الركبة وهربا من كده، وده بيخليهم يقعوا فريسة ضخمة جدا يعني مش عايز أقول النصب ومش عايز أقول حاجة زي كده، لكن لناس بتستغل أحلامهم وتبتدي تديهم آمال وأسقف طموحات عالية، فيبتدي يجري ورا دوت، يسمع في التلفزيون إن في أعشاب بتعمل مش عارف إيه يجري يجيبها، الحجامة دي بتعمل مش عارف إيه بيجيبها، بيعمل إيه بيجيبه، كل الحاجات دي بيقولوا ده في بيشفطوا الغضروف دلوقتي يجري ورا اللي بيعمل شفط الغضروف ده، هم دلوقتي بيعملوا عملية بالميكروسكوب يجري ورا اللي بيعمل عملية بالميكروسكوب، ده بيعمل عملية بالمنظار ومش عارف إيه وما بيعملش وبيسوي، يجري ورا الكلام ده. لازم نعرف القاعدة، لازم نعرف الحقيقة، لازم أنتوا كمريض ما تبقاش أنت مؤهل نفسيا للضحك عليك، يعني أنت ما تبقاش أنت جاهز لأن حد يضحك عليك أو يقولك حاجة زي كده. الركبة مدام حصل فيها تآكل هتفضل طول عمرها متاكلة، تمام، هنفضل نرمم فيها ونعمل حاجات فيها، لكن هترجع تاني ونرمم تاني وترجع تاني ونرمم تاني، تمام. بالنسبة للغضروف بتاع العمود الفقري هيفضل طول عمرك عندك غضروف في العمود الفقري، وهيفضل طول عمري أنا كمان عندي غضروف، وهيفضل عم عبده اللي في الشارع عنده غضروف، والناس كلها عندها غضروف. 95% من الناس لما بتعمل رنين مغناطيسي تمام بتلاقي عندها غضروف. طب ليه مش كلهم بيشتكوا؟ احنا غلبنا نقول الكلام ده لأن الغضروف ما لمسش العصب. يعني أنا لو جبت 10 عملت لهم رنين مغناطيسي هلاقي 10 9 منهم عندهم غضروف في الإشعة، هلاقي 7 منهم ما عندهمش وجع خالص، ما بيشتكيش بس عنده غضروف في الإشعة، مش هعالجه مش هعمل له أي حاجة. هلاقي 1 منهم الغضروف بتاعه جه في النخاع الشوكي وعامل له سقوط في رجله، هقول له روح اعمل عملية. هلاقي 1 عنده تنميل وشكشفة وحرقان في رجله بس ما عندوش سقوط في رجله، بيمشي على طراطيف صوابعه وعلى كعوب رجليه رغم ان هو متألم، بنقول له انت ما تعملش عملية، نعمل لك حقن تردد حراري الكلام ده. فالقاعدة ان احنا عندنا الكلام ده على طول، فأرجوكوا، وده مش حاجة وحشة، يعني دي مش حاجة وحشة لما تقولوا مثلا ايه ده الدكتور محمد قال ان الغضروف مش هيخف، كويس، ما هو مش هيخف والناس كلها عندها غضروف، يعني مش هتفضل موجوع طول عمرك، الركبة مش هتخف. كلمة يخف دي كلمة احنا هنعالج التهاب الأعصاب فهيخف فالوجع هيروح، ده اللي بيخف، لكن الغضروف نفسه مش هيروح، ولو شلته بعملية هيرجع تاني ويعمل لك تليفات بعد العملية. الغضروف بتاع الركبة
لما بتعمل منظار علشان ينعم الغضروف، طب ما هو بينعمه وبياكل منه اكتر، فالنعومه دي اللي حصلت انت ما استفدتش منها برضو. انا برضو مش قادر اطلع السلم، انا برضو عندي وجع لما باجي اقوم من الكرسي، رجلي بتوجعني، لازم اخد لي دقيقه كده ولا دقيقتين عشان ركبي تلين وتمشي. فاحنا الكلام ده ما يخوفش، يعني ان في ناس تقول لك يعني انت بتقول ان الغضروف مش هيخف، طب ما الناس كده خافت. هو احنا اصله مش مرض، اصل الغضروف مش مرض، تاكل الركبه مش مرض، ده سن. ده احنا كل ما بنكبر بيطلع لنا غضاريف وتتاكل، ويتاكل غضاريف في الركبه و و و و طيب فانا مش قلقان ان انا اقول لك كده، اوعى تخاف، انت لو خفت يبقى انت اللي غلطان، لان انا كاني بقول لك انت هتعجز. فاهم قصدي ازاي؟ طب ما هو الغضروف تاكل مفصل الركبه ده احنا بنعجز بنكبر، وانت عارف وانا عارف في غضروف حصل وطلع من مكانه مع الوقت، مع الشيل والحط والمشي والطلوع والنزول وطلوع السلالم ونزول السلالم والحاجات اللي احنا بنعمل، كل ده بيحصل. فانا لما اقول لك ما ترسمش على انه يروح خالص، كاني بقول لك ما ترسمش على انك ما تعجزش. طبعا ما انت مش هتعجز، ما انت هتعجز قصدي، فعادي يعني، ده كله حاجات بتحصل. لكن مش معناه انك هتفضل متألم طول عمرك، مش معناه انك هتفضل طول عمرك عندك وجع، مش معناه ان طول عمرك هتفضل متألم. تمام. طيب نلغي الجراحات؟ لا ما تلغيش الجراحات ولا حاجة. ازاي نلغي الجراحات؟ الجراحة معمولة عشان الغضروف لو جه في النخاع الشوكي والمريض عنده شلل لازم هنشيل الغضروف، هنضطر لازم يعمل عملية. فمش معقولة هنلغي العملية، مش معقولة هنلغي الجراحة، مش معقولة نلغي تخصص المخ والأعصاب. لا، ما هو لازم ليهم دور، ولازم جراحات هتتعمل. مش معقولة هنلغي تخصص الركبة أو عظام الركبة أو مناظير الركبة، ما هو لو في قرح ولا في مشاكل في الركبة ما هو لازم هيعمل عملية، لو في كسر في الركبه ما لازم هيعمل عمليه، واحنا معقوله نلغي الحاجات دي؟ فالقاعده مش العمليه وحشه، العمليه حلوه، الحقن حلو، الحقن وحش، الطب معقد بشكل ان المريض اللي بيتفرج علينا ما ينفعش يقول حلو ووحش. ما ينفعش، والا ما كناش دخلنا كليه الطب، كنا قعدنا احنا كمان نتفرج على التلفزيون ونشوف الدكاتره اللي بيطلعوا في التلفزيون ويقولوا لنا العمليه وحشه، يبقى خلاص نكتب يا جدع العمليه وحشه، الحقن حلو يبقى الحقن حلو. لا، ما ينفعش كده. كل مريض غير المريض التاني. في مريض لازم يعمل جراحة، واحد عنده كسر في مفصل الركبة لازم يعمل عملية، مش هنلغي العمليات بتاعت الركبة. واحد عنده شلل بسبب الغضروف أو كسر في الفقرات لازم هيعمل عملية عشان عنده شلل، فمش هنلغي التخصص ده. لكن احنا بنتكلم عن المريض اللي الغضروف بتاعه مستفز العصب، عامل تنميل، عامل شكشكة، عامل حرقان، عامل كهرباء، كل الحاجات دي لا، هنعالج العصب مش هنشيل الغضروف، لأن لما اشيله هيرجع تاني ويرجع معاه تليفات ويرجع معاه تزحزح في الفقرات ويرجع معاه مشكله تانية. فهمتوا ليه احنا مش عايزين نشيله عمال على بطال؟ انا هشيل الغضروف لو عامل شلل، لكن مش عامل شلل، عامل تنميل وشكشكه وحرقان. تمام. ما انت خد بالك، ما انا حتى لما هعالجك دلوقتي بعد سنه هيرجع لك تاني. هيرجع لي تاني يعني ايه؟ الدكتور وحش؟ لا، الدكتور مش وحش، انا الدكتور يعني انا هقول على نفسي وحش؟ لا، هو بيرجع تاني، هو المرض طبيعته انه بيرجع تاني. تمام. لما بنعمل حاجه في الركبه بنرمم الركبه شويه وبعدين هترجع تاني، لان اللي احنا هنعمله مستحيل هيبقى زي اللي ربنا خلقه. اصل انت كده كانك بتقول للدكتور ان اللي انت هتعمله ده يا دكتور هيرجعني زي الاول، يعني كما خلقك الله فاول ما. طبعا لا، يعني الغضروف اللي اتاكل من الركبه انا اقدر اعمل لك حاجه ترجعه لك زي اللي ربنا خلقه؟ ده تبقى حاجه، لو انت تخيلت كده يبقى انت بصراحه راجل يعني مش مظبوط، صح؟ طيب هو احنا المفروض ايه؟ لازم تبقى مؤمن ايها المريض بان الغضروف هيفضل موجود معايا طول عمره، كويس؟ وان هو مش مرض، فانا مش زعلان انه هيفضل معايا طول عمره، ده مش مرض، ده ناس كلها عايشه عندها غضاريف. لكن الفرق انك لما بتعمل حاجات غلط تستفز العصب بتشتكي وتروح للدكتور، ما عملتش حاجات غلط بتستفز العصب مش هتشتكي ومش هتروح للدكتور، لكن عايش بالغضروف بتاعك ما عندكش مشكله. تآكل مفصل الركبة، كل الناس، أنا وإنت وكل الناس بيبتدي الغضروف يتاكل بتاع الركبة، كويس؟ لما بيتاكل بيبتدي العظم يلمس بعضه، حلو قوي. العظم بقى اللي بيلمس بعضه ده، طب ما أنا لما أطلع سلالم كتير هيلمس بعضه، هعمل إيه؟ أجي أشيله، أجي أحط إيدي مكان العظم بتاعك؟ ما هو ملوش حل، ملوش أي حاجة. الحلول إحنا هنقولها دلوقتي، لكن كلمة حلول حتى أنا ضد كلمة حلول، لأن أول ما بقول للمريض الحل بيفكر إن هو الحل، لا. ده حل مؤقت، اللي احنا كل اللي بيعمله الدكاترة حلول مؤقتة عشان انت تعيش مرتاح، ويلزم لها انك تحافظ عليها. مش انا بعمل حاجة واقول لك حط في بطنك بطيخة زي، عشان كده انا ببقى مذهول لما يجي مريض يقول لي انا رحت للدكتور قال لي هعمل لك عملية وهتلعب كورة، هتعمل عملية وهتقوم تجري.
هتعمل يا نهار ابيض يا نهار ابيض. طب ما هو اول ما ينزل يلعب كرة ده هيرجع لك تاني بعملية تانية. يبقى ما ينفعش ان احنا نقول الايه الكلام ده. طيب يبقى احنا اتفقنا مع بعض ان احنا مش عايزين نعمل جراحات عمال على بطال، ان احنا الركبة هتفضل بتوجعني طول عمرها او هيفضل فيها تآكل، وان العمود الفقري هيفضل فيه غضاريف، فاحنا بنعالج الموقف الآتي. طب المريض يعمل ايه؟ دايما يسألني في تعليمات يا دكتور اعمل ايه علشان ما يرجعليش الوجع تاني بعد الحقن او التردد الحراري او كده. والله كل واحد وليه كتالوج. يعني ظهر حضرتك مش زي ظهر ده، مش زي ظهر ده. يعني احنا دلوقتي لما ما مش مكتوب عندي غضروف بين الرابعة والخمسة يبقى انت ما توطيش وما تقعدش، غضروف بين الخمسة والعجزية انت ما تقفش، لا انت شوف ايه اللي بيتعبك وما تعملوش. انا ما عنديش تعليمات اقولها. وكلمة ايه التعليمات يا دكتور دي كلمة مطاطة. المريض انا بعتبرها سوء نية، يعني بعتبرها سوء نية من الدكتور. لو الدكتور اداك تعليمات طب الحاجات اللي ما قالهاش مسموحة ولا لا؟ ما كده الدكتور بيوقعك بقى، قال لك ما تشيلش وما تحطش وما تمشيش كتير وما تقعدش. طب ما قالكش حاجة على السلم، ما قالكش حاجة على القعدة بتاعة الأرض، ما قالكش حاجة على التواليت البلدي، ما قالكش حاجة. يبقى إيه ده مسموح ولا لأ؟ يبقى هو سايبك تعملهم عشان ترجع له مريض تاني بقى. وأنت لما تسأل يا مريض أنا إيه التعليمات؟ ما أنت عارف إيه اللي بيتعبك وما تعملوش، يعني إيه التعليمات اللي بتعمل؟ ما أنت عارف إيه اللي بيتعبك. أنت مستني الدكتور يقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا. ما أنت فاهم. فانت بتعمل كده ليه؟ عشان الدكتور يقول لك حاجه وما يقولكش التانيه، تقوم تروح تعملها، تقوم ترجع للدكتور تقول له ما انا مشيت على التعليمات بتاعتك وما جابتش نتيجه. فاحنا كلمه ايه التعليمات دي ده لف ودوران ملوش لازمه. طيب يبقى تعمل ايه وما تعملش ايه؟ شوف ايه اللي بيتعبك وما تعملوش لمده قد ايه طول عمرك. عايز تعمله شهر وترجع تاني تعمل الحاجات اللي بتتعبك هيرجع لك الوجع تاني. فما فيش حاجه اسمها انا هريح شويه وبعدين ارجع تاني، لا انت لازم طول عمرك ابتدى يحصل عندك تآكل في غضروف الركبة، ابتدى يحصل عندك انزلاق غضروفي في الظهر، في الفقرات، احافظ على نفسي طول عمري. تمام؟ هي دي القاعدة. طيب الدكاترة او الطب هيعمل ايه؟ يعني انتوا بقى كدكاترة هتساعدونا ازاي؟ هتساعدوا المريض ازاي؟ احنا عرفنا خلاص ان محدش اللي عنده غضاريف هيفضل طول عمره عنده غضاريف، اللي عنده تآكل في مفصل الركبة هيفضل طول عمره عنده تآكل. وعرفنا دور المريض ان المريض هيحافظ على نفسه واللي بيتعبه ما يعملوش واللي ما يتعبوش يعمله وكل الحاجات دي. دور الدكاترة ايه؟ دور الدكاترة انا بعتبره اقل حاجة، لان المريض لوحده يقدر يخف من غير دكاترة او يقدر ان هو يعيش حياته من غير دكاترة. طيب ايه دور الدكتور؟ الدكتور ممكن يعمل ايه؟ طيب احنا بالنسبة لنا زي ما قلنا الفيلم بيحصل كده، الغضروف بيطلع يلمس العصب يعمل التهاب في العصب، ظهري صاروخ نار نازل على رجلي في تنميل وشكشكه وحرقان وماشي كده وبيلف كده وصباعي الكبير بيحرق واعمل مش دي شكوى المريض. كل ده باختصار غضروف لمس العصب واستفز العصب. كويس، انا ما اعرفش اعالج الغضروف ومفيش دكتور هيعالج الغضروف، حتى اللي هيشيله بجراحه هيطلع تاني، عشان ما ترسمش على ان الغضروف يتشال ويجي لي الناس يقولوا لي عايزين نشفط الغضروف. انا كمان بطلت اعمل شفط الغضروف لانه بيتكلف 15 16 الف جنيه وهيرجع برضه، ما كله بيرجع. يبقى ايه لازمه ان انا اكلف المريض فلوس كتير؟ عارفين ايه لازمتها؟ ان المريض بيتكيف لما يقول لك ده الغضروف اتشال من غير عمليه. طب ما هيرجع تاني يا جدع وهيطلع اللي فوقيه وهيطلع اللي فوقيه. هو انا بس بريحك نفسيا وببسطك وخلاص على كده ان انت يا عيني الغضروف اتشفط وانت بقيت كويس؟ طب ما هيرجع تاني، ما احنا متفقين انه هيرجع تاني. تمام؟ فما تجريش ورا الحاجات الغالية وما تجريش تعمل حاجات وتصرف فلوس على الفاضي. طيب يعني احنا هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي الغضروف لمس العصب، كويس قوي، انا هعالج التهاب العصب. كويس؟ طيب هنعالج التهاب العصب ازاي؟ هندي الاول علاج يعالج التهاب الاعصاب، هنقوله بالتفصيل دلوقتي. ولو ما ارتحناش هنعمل حقن للعصب لجذور الاعصاب، لو ما ارتحناش هنعمل تردد حراري. كويس قوي. طب انا خفيت العصب خف كده خلاص؟ لا مش خلاص يا حلو، هيرجع تاني. رغم ان انا اللي عامل الحقن والتردد ملوش اي علاقه بالدكتور، هيرجع تاني. لان الغضروف ده لو انت عملت مجهود يستفز بيه العصب، ايه هو التعليمات؟ اللي يتعبك ما تعملوش واللي ما يتعبكش اعمله، هو ده التعليمات. فانت لازم تفضل محافظ لان هيرجع لك تاني التهاب العصب، هيرجع تاني. تمام؟ حتى لو انا عالجتك، حتى لو فلان عالجك، وحتى لو شلت الغضروف هيطلع هيرجع تاني، فانت هيرجع تاني يعني هيرجع تاني. انت دورك بقى ان انت يعني يرجع لك كل سنتين ثلاثة لو انت راجل بتحافظ على نفسك، هيرجع لك كل شهر تبقى عمال تلف على الدكاترة في العيادات لو انت مهمل وما انتش فاهم ان القصة كلها في ايدك. طيب يبقى احنا فهمنا دلوقتي خلاص الغضروف لمس العصب استفز العصب،
هنعمل ايه؟ هندي الاول علاج لالتهاب الاعصاب. كويس؟ هناخد علاج التهاب الاعصاب. انا لا اقصد بالعلاج المسكنات ولا اقصد بالعلاج الكورتيزون، صح كده؟ فما فيش حد يقول لي خدت علاجات كتير وهو عمال ياخد كتافلام ومش عارف ايه، ده مش علاج ده. خدت حقن كتير وهو عمال ياخد حقن فيتامين وحقن كورتيزون وساينكتين وديبروفوس والكلام ده، ما تقوليش ده علاج بقى. كويس؟ عشان ما نقعدش كتير ويقعد خدت علاج وما خدتش علاج، انت ما خدتش حاجه. فانت ناخد علاج يعالج التهاب الاعصاب الاول. لو المريض استجاب للعلاج دوت نقول له يا عم ماشي كمل شهر كمان او شهر كمان عشان كده العصب خف. لو العصب خف خلاص انا دوري خلص بقى، دوري خلص خلاص، المرحله دي اتعالجت، خلصنا، مش هنعمل حاجه تاني لغايه لما انت تهمل تاني وتخلي الغضروف يلمس العصب تاني، هتيجي تاني عشان نبقى متفقين. طب العلاج ما جابش نتيجه، نعمل حقن جذور الاعصاب. ده مش حقنه الكورتيزون سيئه السمع، مش الابيديورال، ما تاخدوش حقن كورتيزون في ظهركم، تمام؟ حقن جذور الاعصاب مش هو حقنه الكورتيزون سيئه السمع. ايه هو الحقن؟ تفاصيله موجوده على اليوتيوب وموجوده في المحاضرات وفي الحلقات اللي فاتت والفيديوهات وكل حاجه. طيب عملنا الحقن يا دكتور، طب ارتحنا كويس؟ هرتاح قد ايه؟ لا ده مش 6 شهور زي الكورتيزون، ده ملوش مده. انت حضرتك ارتحت، اه تحافظ على نفسك عشان ما يرجعش تاني. كويس؟ ما حافظتش هيرجع لك بعد يومين، بعد سنتين، بعد شهرين هيرجع. وبيني وبينك حتى لما بتحافظ انت كل دورك ان هو تتعب كل سنتين ثلاثه برضه هتحافظ وهيرجع، لان الغضروف ملوش حل. لكن دورك انت انك مش بعد ما تحقن يرجع لك بعد شهرين ثلاثه. في ناس مثلا بنعمل لها الحقن يقول لك الحمد لله انا خفيت، وبعدين ما يفوتش شهر ويجي الحقن رجع تاني. يا راجل الحقن رجع، الحقن ايه اللي رجع تاني؟ الحقن ممكن ما يجيبش نتيجه من الاول، يعني تحقن وتقول انا ما ارتحتش يا دكتور، انت ما عليكش ذنب، هنعمل لك الخطوه اللي بعديها اللي هي التردد الحراري عشان احنا بنعالج العصب. انما تخف وبعدين يرجع لك تاني، ده انت اللي رجعته كده، انت اللي رجعته، فما فيش حاجه اسمها الحقن رجع تاني. ممكن يكون رجع لك وانت مالكش ذنب، يعني ايه بتتقلب على السرير رجليك عملت، خصوصا الناس الكبار في السن، قعدت على الارض جيت تقوم فرجع تاني الغضروف لمس العصب، لكن انت عملت حاجه ممكن تكون بقصد او بدون قصد. طب اللي ما يرتاحش، لان احنا عندنا نسبه نجاح العلاج 40%، كل 10 بياخدوا علاج 4 بيرتاحوا، كل 10 بيعملوا حقن 7 بيرتاحوا. بعد الحقن بقى لازم تبقوا عارفين حاجه، خطوه الحقن دي خطوه اساسيه ضروريه، خطوه التردد الحراري مش ضروري. يعني خطوة التردد الحراري دي بنعملها للي الحقن مريحوش. لكن لو في مريض جاي من السفر وهو المريض بنفسه يطلب انه يعمل حقن مع تردد حراري في نفس المرة، بيبقى السبب ان المريض هو اللي قال كده. ليه بقى؟ يقول لك انا هعمل حقن وسافر السعودية ولا الامارات ولا اي حتة، وبعدين لو مرتحتش ارجع تاني اعمل تردد حراري. طب ما انا هتكلف فلوس السفر رايح جاي، يبقى اعمل حقن وتردد مع بعض. المريض هو اللي بيقول مش الدكتور، المريض هو اللي بيقول انا اعمل الحقن والتردد ارخص لي ما افضل رايح جاي. فهو لكن ما ينفعش الدكتور يقول له انت لازم تعمل حقن وتردد مع بعض، هيبقى احسن يقعد يوزه عشان ياخد فلوس. يعني لازم هتعمل بقى حقن وتردد او تعمل تردد على طول او تعمل، مفيش كده، مفيش كده. احنا بناخد العلاج لو مرتاح. طبعا في ناس بتيجي تقول لك انا جاي من السفر مش لسه هاخد علاج شهر، ولو ما ارتحتش اعمل حقن شهر يبقى انا هقعد في مصر مثلا 3 4 اشهر، ما ينفعش. فيقول لك يا دكتور انا جاي هقعد في مصر يومين، يوم منهم اشوفك ويوم اعمل حقن وتردد وكل حاجه مره واحده. ده رايه يحترم ما دام المريض اللي قال له، لان المريض هو اللي اضرب حاله. الحقن والتردد مش هيضروه، لكن هو بيحسبها، انا لو سافرت هتكلف فلوس اكتر، ولو عملت التردد مش هيخسر مش حاجه، يعني ايه سعره هيبقى اقل من السفر، وفي نفس الوقت مش هيضرني، التردد مش هيضر، ده علاج لو ما جابش نتيجه مش هيضرني. فالمريض هو اللي يقول اعمل الحقن مع التردد. كويس؟ لكن انت قاعد في مصر ومستقر، خد العلاج وما ارتحتش اعمل الحقن، يمكن ترتاح على الحقن وما تعملش تردد حراري. طيب يبقى احنا اتكلمنا على الكلام ده. طبعا مش محتاجين اقول لكم ان الحقن مش هو حقنه الكورتيزون سيئه السمعه، التردد الحراري مش هو التردد الحراري بتاع دكتور العلاج الطبيعي، بتوع العلاج الطبيعي بيعملوا تردد حراري مش هو ده، في اورام الكبد والكانسر بتاع الكبد بيعملوا تردد حراري مش هو ده، في 50 تردد حراري مش هو ده، دكتور المخ والاعصاب بيعمل تردد حراري يكوي العصب في مريض السرطان مش هو ده، مش هو ده. التردد الحراري اللي احنا بتاعنا اسمه بالسد راديو فريكوانسي، او تردد حراري نبضي بيعالج الاعصاب، لا بيكوي اعصاب ولا بيحرق غضروف ولا بيحرق كبد ولا الكلام ده كله. فهو الاجهزه بتختلف
في موضوع التردد الحراري. طيب لو المريض قال لا 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 ده ايه الراجل ده عمال يقول لك حقن وتردد وبتاع، انا اروح اشيل الغضروف في عمليه واخلص. يا ريت هتخلص، هو القصه يا ريت هتخلص. انا لو انا الحقن بتاعي مش هيخليك تخلص على فكره، هيرجع تاني قدام شويه، والتردد الحراري بتاعي مش هيخليك تخلص، هيرجع برضو تاني. برضو العمليه مش هتخليك تخلص. هي القصه مش في الدكاتره، مش عيب دكاتره خالص، ده عيب او مش عيب، ده خلق ربنا سبحانه وتعالى، ما نقدرش نقول عيب، لكن هو طبيعه الغضروف كده. الغضروف ده هو اللي شايل جسمك، المخدات وعمال يمتص الصدمات، فانت حضرتك كل ما تلعب فيه الدنيا تتنيل اكتر، كل ما تلعب فيه الدنيا تتنيل اكتر. فانت ما بتحاولش بقى تلعب فيه، خلاص انا راضي، هو طلع من مكانه، انا اريح شويه، فالغضروف يصغر ويبتدي يضمر ويضمر، بيصغر لوحده الغضروف، الجزء اللي طلع ده بيصغر لوحده، مفيش اي مشكله، بس انت اصبر عليه، اديله فرصه ان هو يضمر، بس هيرجع تاني، تمام؟ عشان ما نقفش في الكلمه وخلاص، هيرجع تاني يعني هيرجع تاني. شطارتك انه يرجع لك كل 5 سنين. لو انت مهمل كل 5 اسابيع يبقى يرجع لك، ويقول لك اصل بروح للدكاتره وما بخفش، محدش لاقي لي علاج. ما هو عشان ما اخترعوش يا حبيبي العلاج بتاعك، العلاج اللي في دماغك اللي انت بتحلم بيه ما اخترعوهوش. طب ليه الدكاتره ما قالوليش؟ عشان تفضل رايح جاي. ما هو انت ما خلاص بقى، ما انت مش عايز تفهم. انت المفروض خلاص فهمت، يقول لك عمال والغضروف يرجع تاني واعمله ويرجع تاني طب افهم بقى انت محتاج يقولوا لك ايه تاني. ما هو مش هيقولوا لك للاسف، محدش هيقول لك يا عم ما فيش علاج للغضروف، احنا بنعالج الموقف اللي موجود فقط لا غير. انا قلتها لك اهو، خلصت ضميري، اعرف الحقيقه بقى يعني، مش لا يعني افهمها بقى انت كده كويس. طيب لو اتكلمنا على الركبه، الركبه برضو من الحاجات الكتير اللي فيها مس يعني، او فيها مشكله في ايه، ان احنا كل ما بنكبر من سن 30 وانت طالع عمال الغضروف يتاكل 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 يتاكل، كلنا عندنا خشونه. فلما المريض يروح للدكتور يقول له انا ركبتي بتوجعني، يقول له انت عندك خشونه، يقول له يا سلام جبت التايهه، ما انا عارف ان عندنا خشونه. فالخشونه دي مش تشخيص، ما كلنا عندنا خشونه، تمام؟ طيب ايه اللي حصل؟ ان الغضروف بيفضل يتاكل يتاكل يتاكل، هو اللي اسمه بيسموه خشونه ده، لغايه لما يلمس العظم، يلمس بعضه، تبتدي اي ده في شك في ركبتي، ده انا وانا طالع السلم بتعب، انا وانا ماشي كده فجاه الاقي تك في شكه كده جت في ركبتي، ده انا لما اقعد على الارض مش عارف ايه. طيب انا عايزك انت بقى تفهم بقى من نفسك ان ده لما حصل ما تقعدش على الارض، تمام؟ ما تطلعش سلالم كتير، خلاص ابتدى العظم يلمس بعضه، حتى لو عندك 30 سنه، حتى لو عندك 40 سنه، فما ما تشغلش مخك كتير، ده انا لسه صغير، ده لسه مش معلش حصل لك كده، خلاص قدر ربنا، انت عملت مجهود وكل حاجه. فالمريض يروح للدكتور يقول له ايه؟ انا مش عارف اقعد على الارض، عايز اقعد على الارض. يا سلام، انا عايز اطلع السلم. يا سلام، يعني انا المفروض اساعدك انك تدمر ركبتك؟ لا، انا اللي المفروض اقول لك ممنوع تقعد على الارض، ممنوع تقعد على الحمام البلدي، ممنوع تطلع على السلم، انا اللي اقول لك ممنوع، مش انت جاي تقول لي زي واحد رايح للدكتور يقول له يا دكتور انا بحط ايدي في الكهرباء بتكهرب، فلو سمحت اديني علاج يخليني ما اتكهربش. طب يعني انت ما الموضوع بالعكس، مش كده خالص. طب الركبه اتاكلت، نعمل ايه؟ عشان مش محتاج اقول لك ما تطلعش سلم وتقعد على الارض والكلام ده، انت بقى اللي بيتعبك يعني ما تعملوش، واللي ما بيتعبكش اعمله، ما تقوليش ايه التعليمات. اللي نقدر نساعدك بيه على قدنا، يعني اللي نقدر نساعدك بيه على قدنا، شوف انا بقول لكم على قدنا عشان ما حدش يحلم، ده في الطب كله. يا هتعمل عمليه تغيير مفصل، ودي لو فشلت هتبقى جحيم، وانا ما احبش ان حد يعملها، يا اما حضرتك هنبتدي نرمم، نطبطب على الركبه، نعمل اللي نقدر عليه. اللي نقدر عليه ده ممكن يعجبك او ما يعجبكش، انت حر، بس هو ده اللي حيلتنا، ومفيش حد عنده احسن من كده، تمام؟ فانا لما اقول لك هو ده اللي حيلتي ونسبه نجاحه كده، انا مش مكسوف. ليه؟ محدش عنده اكتر مني، محدش يقدر يقدم اكتر من اللي انا بقدمه، فانا مش مكسوف، انت فاهمني؟ يعني لما اقول لك انا هديك حاضر علاج لالتهاب المفصل، انا بعالج التهاب الركبه، ما اقدرش اعالج الخشونه ملهاش علاج، ما اقدرش اعالج التاكل ملوش علاج. فانا لما بعالج بعالج التهاب المفصل، مش بعالج المفصل. المفصل التاكل هيفضل متاكل. يديك علاج الاول نسبه نجاح 40%، كل 10 بياخدوا علاج 4 بيرتاح، الحمد لله على السلامه، خلاص ما تعملش حاجه بقى، ولا تعمل حقن ولا تعمل تغيير مفصل، وهفضل مرتاح قد ايه يا دكتور؟ والله انت وشطارتك بقى هتبتدي تهمل، الاسبوع الجاي هتتعب ان شاء الله، على طول الاسبوع الجاي هتاخد بالك من نفسك، مش هتتعب. طيب انا خدت العلاج ومحافظ على نفسي، ما ارتحتش، نبتدي نعمل الحقن. والحقن عندنا نوعين، هما خطوتين، تمام؟ دايما المريض نفسه الدكتور يختار له، لا طبعا، هو احنا بنحقن البلازما
بناخد دم من المريض، بتيجي الشركه معاها جهاز تفصل البلازما اللي فيها صفائح دمويه نحقنها في ركبه المريض. ده ليه يا دكتور؟ ده عشان يبتدي يبني الغضاريف على مدار سنه سنتين. تمام. انا بعملها اهو، لكن انا مش مقتنع انها هتبني غضاريف زي بتاعه ربنا. هي محاوله ان احنا نبني غضروف ولو رؤيه ان هو يفصل العظم، محتاج يعني محاوله ان انا ابني رباط صليبي يعني يمسك العظم شويه. فانت ما تحلمش، ما تقولش بقى ان الركبه انا حقنتها بلازما بقى زي ابني اللي عنده 20 سنه. ما مش كده. انا عمري ما وعدتك بكده، وعمري ما هوعدك بكده، وعمرك ما تحلم بكده. فاحنا بنقوم نحقن البلازما. تمام. بيجي المريض عندنا، بنسحب منه يعني سرنج الدم كده يتحط في الجهاز يفصل البلازما، بنحقنها له في الركبه وخلاص على كده. وبعديها بشهر بنحقن له الماده الجيلاتينيه في الركبه. بعديها بشهر بنحقن الماده الجيلاتينيه، في ماده جيلاتينيه بنحقنها كل سنه. الماده الجيلاتينيه بقى مش مسكن، يعني مش اول ما احقن الماده الجيلاتينيه اقول لك الله تخيل لسه في تكتكه، لسه في وجع. ما هو مين اللي وعدك ان الوجع هيروح؟ يعني فاهم؟ او هيروح المفروض، يعني احنا عندنا 6 من كل 10 الوجع بيروح، لكن في 4 ممكن الوجع يتبقى منه شويه. طب لما يتبقى منه شويه والله استحملهم بقى، يعني فوت بقى. تمام. لو انت تعبان قوي من الوجع نبقى نعمل لك تردد حراري، يعني خطوه التردد الحراري مش ضروريه دي لو حضرتك بتزن علينا. يعني ايه؟ في ناس بتحقن البلازما والماده الجيلاتينيه، ونحقن لهم بقى الماده الجيلاتينيه كل سنه، فيقول لك 6 من كل 10 يقول لك الحمد لله انا ارتحت كل حاجه. بس انا بقول له اوعى تطلع سلالم وتقعد على الارض، اوعى تعمل الحاجات الغلط لانه هيرجع لك تاني. انا عايز الماده تقعد سنه، ارجوك حافظ على الماده سنه، ابوس ايديك حافظ عليها سنه. ما تجيليش بعد شهر واتنين تقول لي انا ركبتي بتوجعني، انا اللي برجوك. ما دام جابت نتيجه يبقى الحمد لله. طيب الناس التانيه اللي هي 4 بقى من الناس اللي حقنوا الماده الجيلاتينيه من كل 10، هيقول لك انا خلاص الركبه كده احنا حميناها ومنعنا التدهور، لان الماده الجيلاتينيه بتمنع التدهور بتاع الركبه. انت استفدت ان هي منعت التدهور بتاع الركبه، لكن لسه عندي شويه الم يا دكتور بعد الماده الجيلاتينيه. او رحت للدكتور قعدت 3 ساعات في العياده ما قدرتش اتحرك بعد كده، وركبتي باظت تاني، عملت مش عارف ايه، والله لسه باقي شويه وجع، استحملهم. يعني فوت، حط قربه دافيه، يعني ما تاخدش مسكن، فوت، حاول تفوت، ما تجريش على الدكاتره على طول. لو ما عرفتش نعمل لك تردد حراري. لو ما عرفتش تستحمل، يعني الـ4 من كل 10 اللي هم حقنوا الماده الجيلاتينيه ولسه عندهم وجع، فاهم قصدي ازاي؟ ماشي نفوت يا عم، ما عرفتش تفوت خلاص. طيب في حد بيقول لي طب انا يا دكتور هحقن البلازما وبعدين احقن الماده الجيلاتينيه، طب انا معيش فلوس للكلام ده كله. طيب والله لو انت يعني هو المفروض تحقن البلازما وبعديها بشهر تحقن الماده الجيلاتينيه وبعدين تيجي كل سنه تحقن الماده الجيلاتينيه. لما معكش فلوس غير لحاجه واحده احقن الماده الجيلاتينيه، لان البلازما دي نتيجتها هتبان على مدار، هتبني الغضاريف. هي طبعا كويسه ومفيده لكن هتبني على مدار نقول مثلا سنه، وانت مش قادر تستحمله ومعكش فلوس اعمل الماده الجيلاتينيه والامر لله. لكن قادر تعملها لا اعمل حقن البلازما وبعديها بشهر اعمل حقن الماده الجيلاتينيه ما دام انت قادر وعندك القدره الماديه. ولما اجي اعمل حقن الماده الجيلاتينيه اعمل ايه؟ والله عندك القدره الماديه اعمل الماده الكويسه اللي بتقعد سنه، اللي هي مجموعه ادويه يعني اللي بتقعد سنه. اي حد عايز يعرف حتى الاسعار دي، طبعا احنا مش ممكن نحطها على الفيسبوك، بس يبعت رساله على الفيسبوك واحنا نبعت له الاسعار. احنا ما نقدرش ننشرها على الصفحه، يعني ما نقدرش نحطها للناس كده ما يصحش. لكن اللي عايز يعرف اسعار الحاجه، عايز يعرف الكلام دوت، ممكن يبعت رساله مش تعليق، بيكتبه في التعليق عايز اعرف الاسعار. التعليق مش هنرد عليه، مش هينفع نرد عليك يعني في التعليق، مش هرد عليك لاني هرد عليك قدام الناس، ما ينفعش اقول اسعار قدام الناس. ابعت رساله واحنا نبعت لك لستة الاسعار كلها من اول الكشف لغايه الماده الجيلاتين لكل حاجه، كل اللي انت عايزه. وبرضه ببشر الناس كلها، انت لو معكش فلوس الحاجات دي مزمنه، اقعد نام في البيت ولا انكش تستلف فلوس وتروح للدكاتره. نام في البيت، مش هتكسب فلوس صحيح لكن مش هتصرف فلوس. الراحه لوحديها كفيله بان هي تضيع الام الركبه وتضيع الام العمود الفقري. احنا مر الوقت بينا بسرعه، واحنا بنفكركم بالصفحه بتاعتنا على الفيسبوك المركز المصري لعلاج الالم، يا ريت نتواصل معاها على طول. لو دخلتوا على اليوتيوب هتلاقوا كل الحلقات اللي فاتت وكل المحاضرات بتاعتنا. بنفكركم بميعادنا كل يوم جمعه في 4 عصرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والى الجمعه القادمه ان شاء الله.